أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من البرنامج، والتي أرحب في بدايتها بضيفي الكريمين الشاعر الأستاذ رضا حمودة، عضو ورئيس لجنة الشعر والأدب بالجمعية المصرية للأدباء والفنانين بمصر، والشاعر الأستاذ حمدي عبد الوهاب، عضو عامل برابطة الزجلين وكتاب الأغاني. أهلا بحضراتكم معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية أستاذ رضا حمودة، تحكي لنا قصتك، يعني بدايتك مع الشعر بدأت إزاي، ولو تتذكر يعني أول قصيدة كتبتها تقريبا كان عمرك كام ساعتها مثلا؟ تقريبا كان عندي 30 سنة 30 أو 29 سنة. بداية يعني في مرحلة متأخرة من العمر، يعني في ناس بيكتبوا ده في ذكرى طيبة لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. تحرك القلب حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرأيتني أكتب يعني في وصفه صلى الله عليه وسلم. طيب، عايزين نبدأ معاك بقى. طبعا أنت بتكتب في الفصحى، كل كتاباتك كانت ولك بعض الكتابات العامية. نسمع معاك بقى، يعني واحنا في ايام الحج وفي الايام الطيبه المباركه دي، طبعا كلنا يعني كل انسان يراوده الشعور وتتملكه الرغبه والعاطفه والشوق للبيت الحرام. كتبت ايه في المناسبه دي بقى؟ لا شوق للبيت الحرام وبيت الله اعشقه ورسم الطهر اهواه، وأنا للرحلة العظمى بشوق عزل فيها لأداوي جرح أزماني ويغفر ذنبي الله، وصلاة عند ذا الحرم ووقوفا لباب نغماه، عل البار يرحمني بإثابة عبد عصاه، ويمحو الذنب تهدئة لأبني صرح تقواه، ويعلو الصرح في قلبي ليذوق برد نجواه. إلهي إلهي عبدك الجاني، رجاك رجاك لتمحو زلاه. يا كل الجود تكرمة، يا كل الفضل رباه، جد بتفضل منك بعفو دمت أرجاه. لك في الكون آيات وفضل لسنا نحصاه، أقر بفضلك الكون بتسبيح عشنا نهواه. فالطير بمفرق الصبح يقدس لجاهك الله، والحوت في لجة البحر بتكبير رج أصداه، والنمل في صخرة تقسو يقدس باسمك الله، وخير الخلق قدسك
وخير الخلق قدسك وعلم أهل تقواه، فغرد كل مخلص رجاك وتعلو يداه بصلاة على أحمد حبيب نرجو لقياه، وسلاما منا بشوق لنبي تهوى مرماه. اللهم صل على سيدنا. يرد بقى الشاعر حمدي عبد الوهاب برضو حاجة دينية كده في قصيدة بعنوان عودة التائب. عامية دي ولا فصحى؟ هي تعتبر فصحى. تمام. إن غمر من عيناي دمع خجلا من رب يطعمني، قصر الذنوب تؤلمني ورب بالرأفة يقبلني، أمرض فأدعو ربي وبالشفاء يعفيني، أبعد ولا أشكر ربي وبالأرزاق يأتيني، أم لا أنظر إليها وبالدعاء تدعيني، أب يشقى ويتعب وأقول لا يعطيني، قد رسم ربي طريقي وأعطاني عقلا ينجيني، نفس تبحث عن الدنيا وطريق ربي لا تهديني، ترشدني بالكسب المال وبالمال ضل طريقي، وبالفحشاء تأمرني وبالنساء تغويني، وحب الأولاد في قلبي لم يترك ما كان لي ربي، أعمتني نفسي عن ربي فمن غيرك ربي يهديني، وأهج الظهر عن عمد وعين الله ترعاني، وأشكر ربي لعبد قد خاب عني تأويلي، من ذا غيرك يرحمني ومن النار يقيني، قد جف الدمع في عيني فاهدني ربي وارحمني. اللهم امين يا رب العالمين. طيب شاعر الاستاذ رضا حموده، ننتقل بقى يعني لغرض اخر من اغراض الشعر، وليك قصيده بعنوان غادر الخيام ولا غادر الخيام؟ غادر الخيام. ودي طبعا بكاء على السلام الذي زال من الشرق الاوسط بفعل يعني المقصود غادر الخيام اللي هو السلام. السلام. بقول غادر الخيام، غادر الخيام طائر السلام، وترك الشرور تنشر السئام، والشرق بريح لفعل الآن، يسأل الربوع أيناه الوئام، والروض طعين بفقد الفطام، غادر الخيام طائر السلام، والدم يقول إله أضام، أرض تستغيث والقوم ميام، ونوح بالفؤاد والثوب ملام، والزيتون نادى يا قوم حرام، غادر الخيام طائر السلام، تتركون عزة ليوم هزام، وصورة العظام شاهد في الأنام، فمجدهم دام أدهرا إمام، ليتنا نعيش، ليتنا نعيش في دهر العظام، فيرضى فؤاد ويهدى السلام، والدنيا تردد الحان الآن، غادر الخيام طائر السلام، غادر الخيام طائر السلام، طائر السلام. الله. في هذا يعني عندك برضو قصيدة على نفس على نفس النسق. عندي بإذن الله قصيدة في غزة. استبحتم الدماء ظلما وخربتم الديار على أهله، تقتلون طفلا رضيعا تأبى الذئاب إذائه، إن لم تخش حزن أمه فماذا تقولون لربه، طال علينا ليلكم فمتى يكون الصبح طالعا، استغاث أقصى بأمه فما لب النداء إلا صغيره، تركوه وحيدا بين الذئاب والثعالب، تركوه كاليتيم تائها لا يعلم كيف يمشي وأين المقصد، وقف في الميدان مغلبا السلام منهم، ليس لهم عهدا ووعدا حتى مع ربهم، يتحدثون عن حقوق الإنسان ويخربون الأرض في كل مكان، أين شباب المختار وشهداء الجزائر الأبطال، أين أبناء سعود وصلاح الدين والجنود،
يا أمة العرب والمسلمين اتحدوا جميعا من أجل فلسطين، قائدا لكم عظيم أشد عليهم من صلاح الدين، واقفا لهم على الحدود عبد الفتاح السيسي والله موجود. ويحك غزة رمز الكرامة والعزة، حصار من كل مكان، غزو عبر الأزمان، شهداء في كل مكان، ماتوا أبطالا في الميدان. هل نسيت إسرائيل صلاح الدين وحطين؟ جيشكم خوفوا جبان، أمريكا معاكم في الميدان، الصمود والإرادة هزموا المدفع والدبابة، صواريخ من كل مكان في تل أبيب وعسقلان، شهدائنا من الأطفال، يا للخزي ويا للعار، ضربوا سلمى ومسعود هم أطفال مش جنود، اصحى يا حسين وانت يمينة، الحرب في غزة ومع أهلينا، ابن خالي من غزة أم وداد وقتها عزة، عدو هنا على أرضنا قتال عهد أمام ربنا، يا خسيس يا جبان اضرب فينا كمان وكمان، زيد قلوبنا كرهك زيد فيها الانتقام، عهد علينا كلنا لنحاربك قدام ربنا ونشردك في كل مكان، إلى أمريكا واليونان انت عضو غريب في جسدنا ودجزات تعبنا، لا نعرف لك من لا ولا دين ولا نعرف انت ابن مين، انت ابن مش شرعي وجاي تسرق أرضي، أنا ابن الحضارة وبلاد التجارة، أنا ابن أصول وتاريخي موصول، وجودك محطة ولابد هتزول. الله. الشاعر رضا حمودة، نتكلم طبعا عن غرض مهم جدا من أغراض الشعر وهو الشعر الوطني بمعنى أصح. نعم. فليك قصيدة عن مصر. نعم. بتقول فيها إيه بقى؟ في قصائد عن مصر بس. حضر معايا قصيدة عامية. بالعاميه. بقول مصر حبي، مصر حبي. بقول يلي بتقول مصر نايمه، مصر صيحتها قويه، مصر السلام حمامها طايه، وفي الحرب صعقه ناريه، وفي الجمال شتوتها تسهل كل قلوب البريه، وعلى كورنيشاتها تلاقي عزف طاير عالسمسميه، وبالنهار ولادها جابوا بالعرق الفخر ليا، وبالليل علماء تفكك ازاي نجيب لينا التحية، ونيلها يفوت على الصحاري فتنبت لنا اشبال عفية، وعلى الحدود ابنها واقف يصد الريح المفترية، وجيشها قال للدنيا تمن حدودنا عالظهر ابية، واقف اسد بطل جسور يبني امال الامة دية، شمس حضرتك يا مصرنا تهز كل الإنسانية، ترعي القلوب لو يوم تفكر تلمس في مصر وردة ندية، مصر حبي وانتماء، مصر لها الأولوية، والتقع عندنا يكبر وتطرح تربة عافية، وتحمي إسلامها وتنشر إيمان يعمر قلوب تعيش، وتطرح تربة عافية، وتحمي إسلامها وتنشر إيمان يعمر قلوب تعيش. الله. استاذ حمدي بقى اكيد عندك حاجه وطنيه؟ لا مفيش شعر بياكله طبعا من الشعر. عندي وطنيه. نسمع منك. مصر كبيره بولادها، جيشها اساسها وعمادها، في كل مكان موجود في سينا وعلى الحدود، حمينا كلنا بامر من ربنا، ترابها عندهم اغلى من دمهم، الارض عندهم يا روح وكمان عندهم، تسيل دماغهم وتروح وتبقى مصر أعلى السرور، جنودنا على الحدود واقفين يحموا بلدنا والملايين، قوتهم جبار بس اديهم إشارة، لو حبيت تقرب حاول في مرة تجرب، هتنسى أهلك وناسك هيكون فيها خلاصة، مكانك مش موجود ساعتها بلد من غير حدود، أنا خدها لأولادنا ولبلادك هتعود، نهارك هيبقى ليل هتشوف فيها الويل، مكانك مش بيننا ولا بيننا هتكون موجود، احنا دايما الابقى بالاراده والصمود، كل العالم انتباه، ام الدنيا شمس الحياه، انا الكبيره والضر، انا الابيه والحر، اتحررت على ايدي كتير اوطان وذال عنها في يوم الظلم والطغيان، وشاع بين الأمم اسمي، ما هو أنا أول ضوء للنهار، في بير مهدود حيطان مسدود،
موج هاي تلاقي الغربان نفسه في يوم يوصل للبر نفسه في يوم يبوس الرمل. قامت موجة في عز الحر قالت بكرة هيجي الفر. قابلت الحلوة السمرة واقفة بعكاز الوجه قمر والجسم فلان. قلت لها مالك؟ قالت تعبوني بتوع الزيت والجاز. صرخت بأعلى صوت قلت قوم يا خاطر ابني أناطر تعدى عليها كل الناس. أم لحدك لملم لحمك واقتل كل عدو جبان. تعبونا أولاد تعبونا أولاد الأنك إنسان. الله. طيب حضرتك طبعا يعني أستاذ رضا برضو يعني معلم خبير لغة عربية، فطبعا يعني لا يخلو من دعوتك للعلم يعني كغرض من الأغراض أو كم يعني موضوع من الموضوعات اللي تتناولتها في قصائدك يعني. تمام. في دعوة للعلم أقول فيها: يا صاحي تمهل لا تعجل، بالعلم نكن دوما أفضل. فالعلم سيد أقوام في الأرض كانوا هم الأجمل. إن نحيا فبالعلم نعيم، وإن متنا بظله نتظلم. ويسوق العلم أفراحا والجهل بغي يتململ. وزين العلم أقواما فبتاج العز يتزمم. فبتاج العز يتزمم، فإمساك بالعلم نجاة، وبلوغ النجم هو المأمل. وإن نترك يتركنا العز ونصير عبيدا كالغفل. بالعلم أهدانا حبيبا إله للكون هو الأكمل. وقال: اقرأ آيات بنهار وليل تترتل. قد مجد إله أقلاما فالقلم بنوره نتكمل. فالعلم غاية معبود من خلق لله تأمل. قد فهم الغاية أعداء فاهتموا فصارهم الأمثل. فاجعل غاية تحصيل تطبيق يجعلك الأجمل. فجمال الشكل خداع وجمال العقل هو المحمل. وجمال العقل يجعلك لشتى الأبواب الأوصل. قد هلك أقوام أخذوا بالشكل فاختاروا الأخطل. وبسيط الشكل مع العلم قد جعل جبالا تتقلقل. وعميق العلم قد جعل واقعا ما كان متخيل. قد صرنا غساء وأسفي وبغير العلم نتململ. ووضعنا الأعين في القدم ومن أجل رغيف نتزلل. وضحكت أقوام منا ونجرع كؤوسا كالحنظل. لأن وضعنا ذا العلم ولبسنا ثيابا متضلل. لن تعلو راياتنا إلا ببريق علم يتخلل. فنسبق ونسود الدنيا ويعود إلى العرب المحفل. الله. جميل جدا. ترد عليه بقى بقصة نفس المجال؟ نرد عليه بإذن الله. فضل. جاد المعلم بعلمه والفضل دائما لربه. قد جاء يوما معلنا إفناء كل عمره. إن أردتم لبلادكم نهضة فبالعلم تسلح. فبغيره تفنى الأمم وبه تقوم وتفلح. اجعلوا علمكم تراثا تسير على جنوبه الأمم. أمر رسوله بالعلم وما خلق الله قبل القلم. شاع نور نبيكم للأمم فكيف تمكثون في الظلم. فكيف تمكثون في الظلم. نختم بقصيدة لك عن اللغة، اللغة العربية. لغة الجنة. لغة من الجنة. نعم. عنوان القصيدة لغة، لغة من الجنة. نعم. اللغة العربية. أقول فيها لغة من الجنة. أقول: وعشق الضاد أضحى كل هم، وصوت الضاد ينبوع الفتون. وأني من سماع قول قوم من الإطراب تخاصمني هموم. من سليقة لها يقر الفؤاد، وإن خالف فنفور النعيم. فإن خالف فنار تسار، وألم برأس ونفور الوتين. هي البقاء وإن كنا حيارا.
هي الدوام لعرق وديدي. إذا ما علا في قوم لسان ضد قطع من القوم عرق وتيدي، ويشق القلب بلغة اختلاط ولفظ الضد يغزو عريري، ويبسط نفوزا في أكل عيشي وحب البقاء بغي يغريني، فيعيني بملحه نياط قلبي، وتبقى لغتي بحصن متين. كتاب لا تقربه الظنون، فحصن الله أقوى الحصون. لغة الكمال بإيحاء تضيف معاني أخرى بلفظ يقين، وخيال يهيم بصورة الكمال ويأخذ من الكون صورة الجنون. الله، جميل جدا. طب احنا استاذ رضا، قلنا في كل الاغراض يعني، كنت ايه اتمنى اسمع منك قصيده غزليه. قصيده غزليه عاميه. عاميه، بحب عندك العاميه كده اللي هي مذاق خاص يعني. لا خايم ولا عمري اخوه، ولا قلبك علي يهون، سكن قلبي من جوه معايا على الحلوه والمر. انت اللي قلبي يهواك وعلى طول يتمنى رضاك، انت اللي صورت قدامي معايا حتى في احلامي. حروف اسمك موسيقى بسمعها في كل آن، في الصبح حتى والمنام. انت مش بس الشريان، انت الحب والامان، انت الحضن الدافئ اللي معرفش غيره مكان. ساكته ليه على كلامي؟ لحزني قوه اشجار. فاكره نظره عينيك ولا لمسه ايديك؟ فاكره اول كلمه حلوه فرحت بيها عينيك؟ لو يشهد علي الزمان، حبك هو الأمان وعمر قلبي مخال. وعمر قلبي مخال. جميل جدا. احنا نشكركم شكرا جزيلا في نهاية الحلقة. الشاعر الأستاذ رضا حمودة، عضو رئيس لجنة الشعر والأدب بالجمعية المصرية للأدباء والفنانين بمصر. الشاعر الأستاذ حمدي عبد الوهاب، العضو العامل برابطة الزجالين وكتاب الأغاني. والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين. وبنختم الجول قصدين مدح النبي سيد تهامة، من شرف الكون بالدين والمعجزة والكرامة، نصلي على النبي.